مطالبة البرلمان العراقي بالإسراع بالتصويت على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري باعتباره أولوية، إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تمس المرأة بشكل مباشر مثل قانون العقوبات العراقي. ثانيا، توسيع مشاركة المرأة في صنع القرار وبناء السلام والتعايش السلمي وإشراك المرأة في لجان المصالحة الوطنية والتعديلات الدستورية ولجان التفاوض والوساطة، ووجوب تمثيل المرأة في الحكومة العراقية الجديدة مثل نواب رئيس الجمهورية، نواب رئيس الوزراء والهيئات المستقلة والمؤسسات التنفيذية الأخرى. ثالثا، دعم شراكة العمل بين الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ الخطة الوطنية 1325 وإشراك المنظمات، أي منظمات المجتمع المدني، في الاجتماعات التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الدوليين بخصوص الملفات المتعلقة بالعنف. حث وسائل الإعلام، شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات، على إشاعة واحترام ثقافة التنوع الاجتماعي والحقوق الإنسانية عبر برامج هادفة تساهم في الترويج في مشاركة المرأة في الأمن والسلام والسياسة، والحد من الخطاب السياسي والإعلامي والديني المتشنج الذي يحط من مكانة وقيمة المرأة. خامساً، تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات لإيقاف جرائم التهديد والتصفية والاغتيالات التي تطال النساء العراقيات، والكشف عن نتائج تلك التحقيقات وتقديم الجنات إلى العدالة، وإقرار إجراءات عاجلة لحماية النساء بشكل عام والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل خاص. سادساً، ضرورة أن يكون من ضمن الوزارات في الحكومة الجديدة وزارة المرأة بحقيبة وزارية تكون المرجع الأساسي لشؤون المرأة في العراق، على أن يكون اعتماد الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة والتخصص والمهنية. إذن المزيد من التفاصيل حول آخر تطورات